العسكر خلص الحدود خارج بعد يعني مش خارج بعد يعني اعتبار هيا تصور مالك المتوسط العربية من هذا الشركة المالية هذا يبدأ كان السديق سالم محمد امر اللواء 35 مشاركه المكلف طبعا من خلال تواجد امر مجموعه المناطق امر مجموعه من عمليات المناطق الجنوبيه اللواء مبروك سحبان في منطقه غار قام بزياره تفقديه الى معسكرات القوات المسلحه المتواجده في منطقه غار وشرحنا له كل التفاصيل عن هذه المعسكرات لأن أغلب المعسكرات المتواجدة في غات ليست معدة كمعسكرات للجيش أغلبها كانت لجهات مدنية في السابق من ضمنها الكتيبة 171 مشاة مقر هذا مقرها كذا كان لمصلحة المياه تابع لبلدية غات سابقا وبالنسبة لمقر اللواء 25 مشاة مبنى قديم جدا جدا من أيام الاحتلال الفرنسي لمنطقة غات في الأربعينات تم إنشاءه من خلال الفرنسيس غير أهل أن يكون معسكر للقوات المسلحة كان مستغل زمان قديما كإدارة لمهبط غات المدني هذا فيما يخص مقر اللواء 25 مشاة اما فيما يخص الكتيبه 162 مشاة معسكر عباره عن مصنوع من الواح خشبيه عمرها الافتراضي انتهى من زمان يعني غير معده ان تكون معسكر لكتيبه عسكريه تم انشاء المعسكر هذا في سنه 1980 من قبل شركه المانيه ولكن عمره الافتراضي المعسكر وطلبت من سياده امر مجموعه عمليات المنطقه الجنوبيه اللي هو المنطقه سحبان بنقل صوره حقيقيه لسياده المدير كان حرب خليفه بقاسم حفتر باعطاء اولويه لمنطقه غات باعتبارها البوابه الجنوبيه الغربيه لليبيا سنة يهتموا ببناء معسكر نموذجي داخل منطقة غات ويكون بعيد عن المدن لأن كل المعسكرات الموجودة في غات جاية في وسط المدينة فضروري يتم إنشاء معسكر نموذجي يحوي جميع الوحدات العسكرية المتواجدة في منطقة غات حتى نتمكن من السيطرة على وحداتنا المتواجدة في منطقة غات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.